معايا اذهب. اوعى تضرب النار يا عم الحاج. اوعى تضرب النار. عايزين نحاول نهرب يا جدعان. الله عليك يا ابو الدور. الله عليك. لازم اهرب منهم يا جدعان. بسرعه ارقد. يلا يابا. ارجع المكان. يلا. وازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. النهارده حلقه جديده وفيديو جديد في لعبه نتشارد 4 بعد غياب طويل. طبعا شفنا اخر حلقه وشفنا قصه خيانه سام او قصه كذب سام على اخوه. فريق بقى صديقي قبل ما نبدا ما ننساش كلنا ندعي لاخواننا في غزه واللهم انصر كل امه الاسلام كلها. فريق بقى صديقي قبل ما نبدا ما ننساش لايك سبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد. وانا نبدا ونشوف مع بعض. المكان وعملاق. المكان وعملاق تمام. اين نبدا؟ هما رجعوا الماضي ولا يا جماعه؟ ثم نقوم بالجولة. ثم نقوم بالجولة تمام. في السلم اهوت نطلع من هنا. هل يوجد انذار هنا؟ دورنا نبادل ان انا بلعب بخوص صغير. تمام. باب. تأكد ان الباب مغلق. الله الباب ما بيفتحش. الم اقل لك؟ استحق المحاولة. طب ادينا بنحاول يا جدعان. طب ايه انت عارف السكة ولا ايه يا سام؟ طب تعالى نروح ورا سام كده يا جماعة. ايه انت مالك عمال تلفلفلك كده ليه يا عم الحاج؟ المكان فين اللي احنا رايحينه؟ اجري يابا. تمام يبقى نجري من هنا يا جدعان. حسنا فلنلقي نظرة في الخلف. ها ماشي نلقي نظرة. الظاهر يا جماعة ان هم رجعوا بالماضي كده. نيثن انظر. انظر فين؟ لها نافذة مفتوحة. نعم علي النعمة انا مش شايف. انتوا شايفين شبابيك مفتوحة يا جدعان ولا ايه؟ وربنا انا مش شايف حاجة. طب تمام تعالى. ايه ده انت واقف كده ليه؟ انت اللي هتطلع. طب تمام يلا يلا الله عليك يا جمالك. حسنا هيا. طب هنطلع دي ازاي يا عم سام؟ دي السيارة وهتاخدني ازاي؟ طب استنى كده نطلع في اللي قصادها دي يا جماعة. يلا الله عليك تمام اثبت كده. يلا يابا نط. الله عليك نبدأ نطلع بقى فوق يا جماعة. حلاوتك. كده الشباك ظهر. انا ما كنتش شايف شبابيك الاول والله يا جدعان. يعني انا الاول ما كنتش شايف فعلا شبابيك. تمام تعالى يابا كده نبدا نخش احنا كمان. الله ده مخزن ده ولا ايه يا جدعان؟ مخيف. نعم خد احضرت اثنين. تمام يعني انت معاك كشاف انت التاني. تمام. طب احنا جايين ندور على ايه؟ هل نبحث عن غرفة محددة؟ ابحث عن اي كتب او مقالات او اي اوراق بحث حسب كتب او مقالات. تمام تعالى نشوف ايه الصندوق ده كده. يا ترى في حاجة مهمة؟ ايه ده؟ لا يوجد شيء. دي جزمة. طب تمام خلاص سيبها. سيبها كده يا عم الحاج نشوف غيرها. نخش احنا هنا في حاجة اهيت. ايه الورقة دي؟ ايه الصورة دي؟ طب تمام خلاص سيب يا عم. شوف ايه تاني اللي موجود. طالما ما ثبتش فيها يبقى حاجة مش مهمة عامة. ايه الباب ده؟ تعالى نشوف كده. الله ده ما بيفتحش. تمام يبقى نرجع. بترجعنا للماضي ليه يا سام؟ في حاجة هنا؟ طب نبدأ نخش. في صندوق اهو. تمام شد يا ابن الصندوق نشوف ايه اللي موجود جوه. برضه حاجات له أهمية. يعني حاجات ملهاش لازمة بالنسبة له هو. هنا في هذه الغرفة السراديب مليئة بمعدات سفر وتخييم قديمة. ايه ده؟ السرداب ده ولا ايه؟ كده هننزل تحت يا جدعان. تمام. يلا يابا انزل. ايه؟ سنهبط. طب يلا يا عم سام انزل. يلا انزل يا عم. تمام. كده نزلنا للغرفة اللي تحت او الدور اللي تحت عامة. تقصد دفاتر امي؟ الا تذكر؟ كانت تستخدم الجلد الابيض الفاتح. في صندوق اهو. اعرف انه مكان ضخم. ابحث يا ابني عن الحاجات اللي احنا قلنا عليها. يا ترى هيلاقي كتب او اي اوراق. في كتاب اهو. وجدناه جلدا ابيض. عثرته على واحد. حقا؟ تعال شوف كده. لا ليس من دفاتر امي. يبقى مش هو. هما كده المفروض بيدوروا على الحاجات بتاعت والدتهم. تمام شوف غيره. في حاجة هنا ولا حاجة؟ نبص جوه هنا كده. في باب اهوت بس نبص الأول على الحاجة اللي هنا. ايه ده كده؟ سام قل إني مجنون ولكن تبدو كزهرية من عصر أسرة مينغ.
نيثن عادي مش لازم نقول عليك مجنون. نشوف الباب ده الاول. هيتفتح. تمام تعالى يابا، يمكن نلاقي حاجه من الحاجات اللي احنا بندور عليها هنا. المهم ان احنا نفضل نبحث. ده ايه، معمل ولا ايه دوت يا جدعان؟ البيت ده فيه حاجات نادره جدا. ايه اللي موجود هنا ده؟ ايه الورقه دي؟ كل ورقه عليها صور. تمام نرجعها مكانها. هل تذكرك تلك الكتب بأي شيء؟ كل مكان عشنا فيه. بالضبط. أذكر مقولة أبي. لماذا نروح بالباب اللي في الوش ده؟ سننتقل بعد شهر. أجل أحمق دائما. افتح يا ابني. لا يتحرك. ساعدنا يا سام. نفتحه معا. يلا يا ابني. جاهزين. ابدأ ارفع الباب. اجمد. اجمد. الله عليك. الله عليك. ايه ده يا جدعان؟ الله. هم جم مصر عندنا قبل كده ولا ايه يا جدعان؟ الحاجات دي موجودة في مصر عامة بشوفها بس. من نوع ما. الزهر جم عندنا المتحف وسرقوا حاجات يا جدعان. الله. دي أوضة مليانة بالحاجات الايه؟ سام. هذا حقيقي؟ ده حقيقي فعلا. أجل حقيقي. متردد ولا ايه يا سام؟ نبدأ نشوف ايه اللي موجود هنا تاني. ايه ده؟ هذا روماني، ربما من القرن الثالث وربما من الرابع. لا واضح ان الأوضة دي فيها حاجات غريبة كتير يا جدعان. هل تعرف ذلك؟ لا معرفهمش بصراحة. رأيت شيئا كهذا من قبل. أشكال مستبقاة، إنها من الحضارة الأثورية. هذا صحيح. طبعا فاهمين فبيتكلموا في الحضارات والحاجات دي. وزوجة. هنا اعتبر مفيش حاجة تاني تقريبا، الحتة دي سادة أصلا فكده هنرجع تاني. بطريقة رائعة. تمام. نبدأ بقى نرجع وننزل. يلا يابا. هذا المكان أشبه بالمتحف. هو فعلا تحس إن احنا دخلنا متحف. لديهم جناح ضيق. وحاطين حاجات يعني ثمينة جدا جوه. يلا يابا انزل. كده نزلنا في الدور اللي تحت. ايه في صندوق اهو. شد يابا يمكن نلاقي كتاب ولا اي اوراق. في كتاب تاني بجلد ابيض. اخر. نبدا نشوف. لا برضه لا. تمام. هذا خريط بين الغساله والمجفف من بلاد ما بين النهرين. في باب اهو. كنت انا المضحك. كنت هكذا دائما. ترى حاجه موجوده هنا ولا ايه الدنيا؟ احنا عمالين نخش في ابواب والغاز حاجات غريبه بصراحه. والان من انا؟ الله. دكتور ليفينغستون محقق. لطيف. نبدا نخش. ايه ده يا جدعان؟ ده مطبخ ده ولا ايه؟ مطبخ. طب تمام. ايه اللي موجود على الترابيزه ده؟ ورقه. نبدا نشوفها. ساتنازل عن اي شيء للحصول على دعوه كهذه. تمام مش عايزين. ايه نتنازل عن اي دعوه عشان ديت مثلا؟ بس انا مش عارف دي بصراحه. ايه ده الخريطه؟ قال لي يا ابني عايز تروح في اي دوله؟ اين سنذهب؟ ان امكنك الاختيار اين ستذهب. ايه ده بيسالوا فعلا ان هو عايز يروح اي دوله؟ قال لي يا ابني نشوف. حسنا اذا الهند. فين بقى؟ نعم سنزور تاج محل. لا خلاص بقى احنا مش هنقعد نلعب، احنا جايين ندور على حاجه محدده. فنبدا نشوف ايه اللي بندور عليه بالظبط. تمام هنا مفيش حاجه. ايه دوت بقى؟ هاي انظر لهذا. اوبا اللبس والحاجات القديمه يا جدعان برضه يعني محتفظين بيها. تحس فعلا ان احنا داخلين متحف. انها ساخنه في الداخل. تمام نبدا نشوف ايه اللي موجود تاني. طب احنا المفروض كده هننزل فين ولا هنمشي منين يا جدعان؟ تمام يبقى نعمل ايه بقى؟ نخش من هنا كده. يا ترى ايه دي؟ طواطم خصوبه. حاجات فيها حاجات، بعض الحاجات كده اشكالها غريبه بصراحه. تمام ايه ده كمان؟ مذهل. هذه الطاولة أشبه بطاولات دار الأيتام. أظن الطعام هنا كان أفضل.
ليس بالكثير. الواحد حس انه يتوه جوه بالعالم. لابد وانهم كانوا والله حس انها تو هنا. بالنظر للقطع الفنيه طب كل دي كتب كمان موجوده، يعني موجود كتب كتير جدا كتير جدا جدا كمان. الله، وصلنا يعتبر عند المدخل بتاع الحاجات اللي موجوده هنا في الظهر. او لا مش محتاج اشوف، ده عاملين زي القراصنه والحاجات ديت والناس بتاعت الحروب. خلينا ندور على الكتاب اللي احنا جايين. يا ترى فين هنا؟ طب هنا هندور فين ولا فين يا جدعان؟ هنا يعتبر مفيش اي حاجة، ولا في صناديق ولا في اي حاجة ممكن نجيبها. اللي موجود هنا في ورقة، دي ورقة محروقة. هذا خطاب؟ ما يتبقى منه. ده ما تبقى من الخطاب. تمام، نسيبه ونبدأ نشوف ايه اللي موجود تاني. وقد رفضوا. احنا ما طلعناش عند السلالم دي خالص. تعال نشوف. اوه دي مزيكا. لا سيبنا من مزيكا عشان ما نعملش دوشة ونعمل قلق. نبدأ نطلع فوق. افتح يا ابني الباب. انه مغلق. مغلق مش هيتفتح يعني؟ قد تكون اشياء امي في غرفة من هذه، يجب ان نجدها. الغرفتين دول مقفولين ولا ايه كده؟ طب تعالى نشوف دي كده. برضو مقفولة كده. يبقى الغرفتين دول مقفولين يا جماعة. يبقى المفروض ان اللي هنوصل ليه حاجة في يعني في الاوضتين دول، الحاجة اللي احنا بندور عليها، لان اكيد الحاجات النادرة قوي او الحاجات المهمة قوي هيحتفظوا فيها بأوض مقفولة. تمام، هو يعتبر ان انا مش شايف ان القصر في حد عامة. طب نبدأ ننزل. تمام، نرجع كده ونشوف. مصباحي بجوار النافذة. ايه ديت؟ نعم، قد توصلنا تلك الى الغرفة. اوبا، هي دي فتحة التهوية اللي احنا هنخش منها للاوض. ماذا؟ انا؟ تمام. تكفيني، ايمكنك فعلها؟ هل تنظر؟ يمكنك فعلها؟ حسنا. يعني هي مش هتكفي سام او ان هو يعدي عشان المكان صغير، فلازم اخونية اللي يعدي. تمام، نبدأ نشوف طريقة المدخل بتاعته ازاي. المفروض دي عايزة نتسلق منها، يبقى نتسلق منين؟ في سلم هنا تاني يبدأ يودينا ولا اي حاجة؟ لا ده ملوش دعوة بالكلام ده. تمام، يبحث السامع. اوه شكلها هنا يا جدعان. تمام، تعال يا ابني. يلا زق. يلا الله عليك، احسنت. كشاف ويا يا جدعان؟ كشاف ولا ايه ده؟ دعني ارى. كاميرا؟ والله انا قلت الكشاف اللي كان في ايده. اقترب والان ابتسم. يلا ناخد سيلفي كلنا يا جدعان. يلا يا جمالك. لا تفقدها، احتفظ بيها. تمام كده يا جدعان. ايه ده اخرها كده خلاص؟ تمام نشيلها بقى. تمام نبدأ نطلع فوق. يلا الله عليك، نبدأ نركز واحدة واحدة يا جدعان. في طلوع تاني ولا ايه الدنيا؟ في. تمام نركز واحدة واحدة. يلا يلا نيت. الله عليك. يلا الله عليك، احسنت احسنت ايها الفتى الصغير. الله، وقعنا تمثال يا جدعان. بس غالبا مفيش حد في القصر بيحرسه ولا حاجه، خايفين لحد يصحى ولا حاجه. قربنا يا جدعان قربنا. تمام يلا ابدا اخش. اجمد اجمد يا بطل. الله عليك، نبدا نخش بقى كده. ايه الدخلة دي؟ لا دي مسدودة. تعالى نخش من الناحية التانية هنا. تمام كده احنا ماشيين صح يا جدعان. نبدأ ننزل من هنا. اجمد يلا يا نيت اجمد. احسن. اوه خلي بالك يا راجل. حسنا. ايه ده بقى يا جدعان؟ لقد دخلت.
طب نشوف اللي موجود هنا الاول. كودن، مسكنات كثيرة، أتتخيل أن تكون مسكنات كثيرة. تمام، نفتح الباب كده نشوف هيفتح ولا لا. اوبا، الباب مش عايز يفتح. طب نبدأ نقلب في الأوضة عامة. من هذا الجانب أيضا. ايه ده يا جدعان، احنا دخلنا معمل ولا ايه؟ الأوضة ما شاء الله فيها كل حاجة، كل حاجة. ايه الورقة دي؟ تمام نسيبها، طالما بص فيها كده وسكت يبقى ملهاش لازمة. ايه اللي موجود هنا؟ صورة مين دي؟ مش عايز يقول، خلاص يبقى ما يعرفهمش. يا ترى ايه اللي موجود هنا؟ هو المفتاح. حسنا، هو المفتاح يا جدعان. تمام، يلا بقى نروح نفتح الباب لسان. افتح يا عم. أي شيء؟ لا يوجد أي شيء في هذه الغرفة يا سام. حسناً، انسى. لدينا باب آخر مغلق، هيا. تمام، يبقى نبدأ نروح نشوف الباب التاني. يلا يابا افتح يا ابني وشوف. فتح النبادي. أحسن، كتب كثيرة. أحسن، والأوضة فعلاً مليانة كتب يا جدعان. هو حتى أول ما دخل قال كتب كثيرة. نبدأ بقى نبحث في صندوق تحت المكتب. تمام، اسحب يا ابني. الكتاب ده مختلف. سام، هو شكله هو يا جدعان. هل وجدت شيئا؟ يا ترى ايه الأول حاجة؟ ده هو. وصلنا، احسنتم يا شباب. ايه ده، ماله مركز كده ليه نيت؟ الكتاب الضخم ده. ثروات النعيم. ثروات النعيم. هنري ايفري. هنري ايفري ده تقريبا الكنز اللي كانوا بيدوروا عليه يا جدعان. يعني الكتاب ده كمان مهم جدا. لم ارى هذا من قبل. نعم، ولا انا، لكن هذا خط امينا بالتاكيد. يعني مهم. ايبوت. مهلا مهلا، لا داعي لذلك. ماذا يحمل؟ مهلا، الست المسكحه دي. أعطني دفتر. ما تتهوريش يا حاجة. حسناً. ما تتهوريش يا حاجة. ده كتاب. ده كتاب يا عم نيت. شيل المسدس يا ست بقى. أديك خدت الكتاب. رغم إنها ما فيهاش قلم يا جدعان والله. الآن سننتظر. الشرطة. أوبا. هي بلغت عننا ولا ايه يا جدعان؟ مع ذلك الازعاج توقف. الذي يسببه افساد حياه طفلين، هذا لا اريد اطلاق النار عليك. يا سيدتي، لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ يجب ان نواجه جميعا عواقب افعالنا. دعيه يرحل على الاقل. يا ترى ايه اللي هيلحق؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ احضرته هنا ليرى الاشياء الخاصه بامنا، لم يكن له دخل بهذا. ماذا؟ أقول لك إنني المسؤول. لا، أشياء أمك الخاصة؟ نعم، هذا الدفتر كان لأمينا. يا بدأت تنزل مسدس؟ أنتما طفلة كاساندرا مورغان؟ نعم. أهلا. يا إلهي، كنت سأطلق النار. نعم، وما زال هذا بإمكاني. إذن هل أبعدته؟ ثابت المسدس. يا ست انت فيكي نفس تشربي سجاير؟ ايه ده يا جدعان، ده يا جدعان. عرفتي أمنا؟ كانت تعمل معي.
يعني أمومي بقى تبقى صاحبتها. بالتأكيد أنا من هواة جمع الأشياء. هذا يعتبر بخساً لحقك. إذن هل كانت مترجمتك؟ عشان كده كانت محتفظة بكل الحاجات اللي موجودة عندها ده، لأن هي بتحب تحتفظ بكل حاجة سليمة. الذين عرفتهم عبقرية. هتعمل إيه؟ هتديله الكتاب ولا إيه؟ بدنا نحقق أشياء كثيرة. دي بتفتح الكتاب تمام شغال برضه. لا عليك، كان هذا منذ فترة. من بين كل اكتشافاتها كان هذا الإنجاز الأكبر لها. سيك بارفوس ماجنا، العظمة من بدايات صغيرة، شعار سير فرانسيس دريك، علامات لاتينية وتاريخية. كان حديثنا حولها، كنا أسرة غريبة. هل قالت لكما عن نظرياتها بشأن سير فرانسيس دريك وورثته؟ سير دريك ليس له ورثة. عامة بيقولوا أسماء صعبة يا جماعة، احفظوها أنتوا، أنا ما حفظت الأسماء دي بصراحة. أنا وأمكم اعتقدنا بغير ذلك. تعلم أسرار ذلك القرصان القديمة هي مغامرة يجب التخلي عنها. هناك أشياء يجب التخلي عنها. سامحاني، كلام عجوز مشتتة. خذ. إيه ده هتديله كتاب؟ لك الحق فيه مثلي تماما. من يدري؟ والله ست كويس، على الأقل تعمل حاجة لآخرتها يا جدعان والله. إنهاء ما بدأته هي. اوبا ده صوت بوليس. احنا نسينا ان الحكومه اللي هي بلغت علينا الحكومه. لم نعد متهمان. ها ترى هنعمل ايه؟ يعني حاجه مع الشرطه. هتتعاملي انت مع الشرطه؟ طب واحنا هنعمل ايه؟ اذا تستطيعان الخروج. نعم. طب هنخرج ازاي؟ طب اجمل شكرا لك. اسف بشأن الفوضى. حسناً، هيا يا نيتن. يلا يا نيت. الله، أنت بخير؟ أوبا يا نهار أبيض. هاي فوقي يا حجة. هاي يا حجة فوقي. سام، الله الشرطة بدأت. هنلبسها احنا ولا ايه يا عم الحاج؟ انتظر، علينا فعل ساعة. احنا لازم نهرب. مرحلة عن هنا. لا يمكن تركوها. لا يمكن. ما ينفعش وضع البطولة يا عم. ليه؟ يجب ان نهرب. وجدنا الشرطة هنا. سيدتي نيثن، يجب ان نذهب. يلا يا نيثن في الحال. احنا هنزعل، هيكسروا الباب. مع السلامة يا حاجة، مع السلامة. ترى هنجري منين؟ النافذة، هيا النافذة. يلا يلا. اوبا لو خسروا الباب. يلا يا عم وان تعال معي. يلا يا ابو علي ركز بسرعه. انتظر، نطلع بسرعه. يلا يا ابو. احسنت يا ابو الدوح، احسنت يا ابو الدوح. ركز. يلا يا ابني. اوه يا ابني اللذينة، اطلع تاني. اوه يا ابني، يا ابني اطلع يا ابني. يلا الله عليك. اوه اجمل اجمل. عايزين نركز يا جدعان، عايزين نهرب من الشرطه، عايزين نهرب من الشرطه. يلا يابا، واحده 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 واحده. يلا يلا يابا، احسنت. اطلع عمال بتجري جريات غريبه قوي يا عم. الله عليك. اوبا اوبا، الحكومة تحت يا جدعان. يا ترى هنعمل ايه؟ استناني يا عم سام. البوابة الأمامية تبدو خالية. البوابة الأمامية خالية. تمام، ركز. يلا يابا يلا يابا يلا يا عم الحاج. مكانها انت بخير. اوبا ده احنا وقعنا قدام الشرطة. يابا
اجري يا عم الحاج. يلا يا هنا سيهرب. انا دبلت مركب. انا معاك يا عم سام بس انت دلني على الطريق الصح. اوبا ركز يا بتدور. ركز يا بتدور. يلا يا ابو. يلا يا ابو. اوه يلا اجري. يلا بتدوح. اوعى تقف. هيا اذهب. اوعى تضرب النار يا عم الحاج. اوعى تضرب النار. عايزين نحاول نهرب يا جدعان. الله عليك يا بتدوح. الله عليك. لازم اهرب منهم يا جدعان. بسرعه اركض. يلا يا ابو. ارجع المكان. يلا. احسنت يا بتدوح. يلا اجري يا بتدوح. اجري. احسنت. الله عليك يا سام. الله عليك يا سام. اجري اجري يا ابني. يلا يابا. ايوه الموتوسيكل اهو. اركب الدراجة. هيا. يلا يابا. طير. تمسك جيد. يا الله يا عم السلام. ايه ده يا جدعان؟ كنا هنتقفش يا جدعان. كنا هنتقفش والله. اظن احنا كده في امان. تعبنا. اعتقد اصبحنا في امان كده. فعلا بقينا في امان يا رجاله. فلنتوقف لالتقاط الانفاس. تمام فعلا احنا محتاجين كده ناخد نفسنا والله. لا بس طلعوا الاثنين اشياء. عرفنا فعلا نهرب من البوليس على طول. ما طولناش في الموضوع. ليله لا تنسى. ها اجل العجوز. اسمع اسمعني جيدا. لم يكن ذلك خطأنا. أعني تلك السيدة كانت مريضة. قد تشعر بالأسى لكن لم يكن بيدنا حيلة. نيت صعبان عليه الست الكبيرة برضه يا جدعان. بس سام قلبه جاحد شوية بصراحة. كيف أعود للملجأ وكيف تعود للعمل؟ ده كده بيحكوا القصه بتاعت زمان لما خدوا على الموتوسيكل وخرج بيه. اكيد لا انا جاد. بس كده هو مش هيرجع الملجأ. سنبتعد لاقصى ما نستطيع عن هذا المكان. حقا ومتى تجدون الشرطه؟ اعتقد انهم سيبحثون عن نيثن وصامويل مورغان. نعم هذا نحن. وان لم يكن نيثن في ذلك القصر كنت تعرف معلومات مثل تلك السيده العجوز. هيا كنت أشعر دائما بأننا مقدر لنا شيء عظيم لكن حتى الليلة لم أعرف معنى ذلك. لكن هذا عمل أمنا غير المكتمل. هذه فرصتنا لبدء حياتنا من جديد بهويات جديدة. عما تتكلم؟ أعرف أشخاصا بارعين في تزوير الأوراق. وأما عن اسمنا الجديد أمنا اعتقدت أن فرانسيس دريك له ورثة. من يمكنه النفي؟ يعني هيغيروا أسمائهم. أنت جاد صحيح؟ نيثن نحن مقدر لنا هذا. وأعدك أنا وأنت سويا سننجح. ما رأيك إذن يا نيثن دريك؟ تغير كل شيء بعد ذلك واصبحنا. يبقى كان بيحكي لها القصه لما خلاص لما هي جابته ولما وقع من الارض ساعتها لما وقع في الحلقه بتاعت خيانه سام. وانا اكتفي بهذا القدر. وكده يا جماعه خلصنا حلقه النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. يا ريت بقى اللي جديد معانا ما ينساش يشترك في القناه وفعل الجرس لكل عشان يوصله كل جديد. وان شاء الله انتظرونا فيديو جديد وحلقه جديده. مع السلامه.